بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتواصل معكم في برنامجكم أحاديث وعبر، والذي نستقي منه العبر والحكمة في أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقصصه التي وقعت بينه وبين أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. اليوم إن شاء الله راح تكون حلقتنا أيضا بموضوع إيماني مهم جدا، متعلق بسلوك الإنسان المسلم والسير نحو الله سبحانه وتعالى، فسميت الحلقة ففروا إلى الله. أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه يقال له البراء ابن عازب، هذا الحديث متفق عليه، حديث صحيح. يقول قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتبهوا، في بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخص بعض الصحابة بوصايا خاصة، ولا يفهم من هذه الوصايا التي يلقيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه أنها لهم فقط، وإنما هي العبرة بعموم اللفظ. فالوصية للبراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه هي وصية لنا، وهي سنة تعتبر بعد ذلك. فينبغي على الإنسان إذا سمع مثل هذه الأحاديث التي تكون فيها وصايا لبعض الصحابة أن يجعلها منهاج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يوصي بشيء إلا فيه خير وصلاح. فلنستمع إلى هذا الحديث الذي يبين فيه حقيقة الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للبراء: إذا أتيت مضجعك، يعني بالليل إذا أردت أن تنام، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، يعني نام على جهة اليمين، وهذه من السنن أن الإنسان ينام على جهته اليمنى. قال: ثم قل، الآن هو موطن الشاهد، ثم قل، هذا بالليل إذا أنت بغيت تنام، تحط رأسك على الفراش، تتيدد، تتوضأ، ثم تنام. قبل أن تنام تقول: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وفي رواية إني، لكن رواية البخاري ومسلم: اللهم أسلمت وجهي إليك. أسلمت وجهي إليك، أسلمت روحي. والإسلام من الاستسلام، أي سلمت كل شيء، روحي عندك أمانة ووديعة، سلمت أقوالي، سلمت أفعالي، أسلمت وجهي إليك، قمة الاستسلام لله سبحانه وتعالى. وفوضت أمري إليك، توكلت عليك في كل شؤوني، في كل أفعالي، وألجأت ظهري إليك، التجأت إليك بجسدي وجوارحي وعقلي وفكري، التجأت إليك يا ربي رغبة بما عندك، ورهبة إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. الفرار، ما في منجا، ما في ملجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. هذا الحديث تقول: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا منجأ ولا ملجأ إلا إليك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
فإن مت، إذا قلت هذا الدعاء، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. يعني أنت جئت بحقيقة الإيمان والإسلام. فقال البراء: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كلمة عظيمة مهمة، فلما بلغت اللهم أسلمت آمنت بكتابك الذي أنزلت، فقلت: ورسولك؟ فقال: لا، قل: لا، ونبيك الذي أرسلت. حتى يبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف النبوة أخص من الرسالة، فالله عز وجل له الفرار والملجأ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو إلا مبلغ ونبي من الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث أحببت أني أنا أذكره كمقدمة لحديثنا حول الفرار إلى الله، ففروا إلى الله. نتوقف إن شاء الله فاصل قصير ثم نستكمل باقي أحكام هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله. معنا مرة أخرى نتكلم عن معنى إيماني وهو الفرار إلى الله، ففروا إلى الله. النجاة مفهوم في الشريعة الإسلامية دارت عليه العبادة، فالمقصود من الطاعة ومن العبادة ومن الإسلام ومن الإيمان ومن الانقياد ومن الاستسلام لله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعاليمه، النجاة هو القصد الذي نريد أن نصل إليه، أن ننجو من عذاب الله ونحوز على رضا الله سبحانه وتعالى. النجاة متمثل بالجنة، النجاة متمثل من الجنة، والخسران متمثل بالنار والعياذ بالله. فالقصد هو أن النجاة، ولا يتمكن العبد من النجاة إلا بالفرار إلى الله سبحانه وتعالى. ما في ملجأ، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. تريد النجاة فر إلى الله، تريد الملجأ التجئ إلى الله، تريد المنجا اللي هو النجاة ففر إلى الله. فلا يحصل، لا تحصل النجاة إلا بالفرار إلى الله والرجوع إلى الله والإنابة إلى الله والذل والخضوع والاستسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. الانقياد، الإنابة، الرجوع، التفويض، التوكل، الملجأ، المنجا، كل إليك، فر إلى الله، التجئ إلى الله، هناك تحصل على النجاة الحقيقية. ولذلك الفرار هو الهروب من الشيء، لكن مع الله سبحانه وتعالى الفرار له. لما يقولك والله واحد هرب من فلان، أو هرب من العدو، هرب من المعركة، كما يقولون فر من المعركة، فر من الأسد، فر من الوحش، ولكن الله عز وجل تفر له ولا تفر منه، لأن الفرار إليه بالطاعة والإنقياد. ففروا إلى الله، لا تفر من الله سبحانه وتعالى، تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو حقيقة الالتجاء والفرار. ولذلك الناس مع تعاملهم مع الفرار على أربعة أصناف: في من الناس من يفر إلى الناس، إذا صارت له مشكلة أو مصيبة يروح حق الناس، يلتجئ بالناس، يستعين بالناس. طبعا هذا مو غلط، لكن لا تجعله أول شيء. وفي من الناس من يفر إلى نفسه، قوته، منصبه، جاهه، كما قال فرعون: قال إنما أوتيته على قارون، علم عندي، اغتر بعلمه، اغتر بماله، اغتر بجاهه. ومن الناس
النوع الثالث من يفر إلى الشعوذة والشياطين، تشوفه يروح حق المشعوذين، يروح حق المنجمين، يروح حق اللي يقرون الكف، يروح يشوف لناس يعملون له سحر، ما التجأ إلى الله، ما فر إلى الله. وهناك من الناس وهم السعداء، هم الموفقون الذين يفرون إلى الله، ينيبون إلى الله، يلتجئون إلى الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: واستعن بالله ولا تعجز. الالتجاء إلى الله، الفرار إلى الله هو القوة العظيمة، الفرار إلى الله هو الحصن المنيع. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. العبد لا يفر من الله، يفر إلى الله. نعم، الفرار إلى الله من عقابه إلى جنته، من معصيته إلى طاعته، يفر مما سوى الله، الشركاء الأغيار، إلى الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ولذلك ابن عباس يقول: ففروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم، وفروا إلى الله واعملوا بطاعته. الإمام البغوي يقول: ففروا إلى الله، أي ففروا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة والعمل الصالح. ولننتبه إلى أن هذه الآية جاءت بصيغة العموم، ففروا إلى الله بمعنى هي أمر بالتبليغ، بلاغ عام. أيها الناس، من يريد أن يفر، يفر إلى الله، يلتجئ إلى الله. اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك. هذه الأمور تعطينا شعور بأن النداء العام يجب عليك أن تعيه وأن تسمعه وأن تتفكر فيه، ولذلك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى فرارا إلى الله، ترجع إلى الله سبحانه وتعالى عن المعصية فرارا إلى الله، تداوم على فعل الطاعة فرارا إلى الله، تصوم رمضان فرارا إلى الله. يؤسفنا بعض المشاهد التي نراها في نهار رمضان من أن الناس لا يصومون بل يجاهرون في بعض الأحيان، أو تجد الناس بعد الإفطار يتفسخون ويتحللون من كل ما هو دين، ويجاهرون والعياذ بالله بعض الأعمال المخلة بالأدب في رمضان وفي ليالي رمضان. بل ومن الناس من يجاهر بعدم الصوم ويتفاخر به، هذه ليست فرار إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ليس التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. يجب علينا أن ننقي تلك النفوس حتى تعلم طريق الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. يجب علينا أن نعي أهمية الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو النجاة وهو السبيل إلى الله سبحانه وتعالى الذي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك اعتبر العلماء الفرار منزلة من منازل السالكين إلى الله سبحانه وتعالى، فرار من الجهل إلى العلم، فرار من الكسل إلى التشمير والبذل. يؤسفنا في نهار رمضان من يضيع أوقاته بالنوم، أو يضيع أوقاته بمشاهدة ما لا ينفع، أو يضيع أوقاته باللعب واللهو وإن كان مباحا، هذا ليس فرار إلى الله. الفرار إلى الله بالعلم، الفرار إلى الله من الكسل إلى الجد والتشمير والسعي، الفرار إلى الله سبحانه وتعالى من الضيق إلى السعة، الفرار من الله سبحانه وتعالى من الهموم التي تعتريك إلى ما يبعد عنك ويجلي عنك تلك الهموم بذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى هو الذي يجلي الهموم، هو الذي يقرب من العبد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في الفرار إلى الله سبحانه وتعالى هو فرار من الخوف إلى الطمأنينة. وما أجمل أن يعيش الإنسان في طمأنينة مع الله سبحانه وتعالى، لأن هموم الدنيا تريد أن تثقل الإنسان، تريد أن تشد الإنسان إلى هذه الأرض. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. الأرض لها ثقل، مشاكل الحياة لها ثقل، ولذلك عندما تفر إلى الله تتخلص من كل تلك الهموم والمشاغل وتفر إلى الله سبحانه وتعالى. نتوقف إن شاء الله لفاصل قصير ثم نستكمل باقي هذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله معنا مرة أخرى. كنا وقفنا قبل الفاصل بأن الفرار إلى الله سبحانه وتعالى ينقلك من حالة الهم والضيق إلى حالة السعة، ولذلك الفرار من الله سبحانه وتعالى هو دعاء بحد ذاته. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يهذب النفس ويرقيها ويرفعها إلى مدارج السالكين الصالحين هو الدعاء بالالتجاء والفرار إلى الله سبحانه وتعالى. وربما نتساءل: لماذا نفر إلى الله؟ بعد أن قدمنا هذه المقدمة حول أهمية الفرار إلى الله، أهمية الالتجاء إلى الله، أهمية الذهاب والتفويض والتوكل إلى الله عز وجل، لماذا نفر إلى الله؟ نفر إلى الله لأن الدنيا انفتحت علينا، الجانب المادي طغى، الجانب المادي توغل في حياتنا، فمع الأسف أصبحت حياتنا مادية أكثر من الحياة الوجدانية، من الحياة الإيمانية، من الحياة الروحانية. انصبغنا في المادة، الدنيا أثرت علينا وايد، طغت علينا كثير، ولذلك انفتاح الدنيا علينا بهذا الشكل المادي المغل، بالكاس، باللهث، بالسعي وراها، بالتقاتل عليها، بالتناحر عليها، خلانا ننسى نفر إلى الله عز وجل، بل قمنا نفر إلى الدنيا، نفر إلى الدنيا، إلى متاع الدنيا، ونسينا الفرار إلى الله. وذلك النداء العظيم الذي جاء من الله سبحانه وتعالى بلاغ عام: ففروا إلى الله كلكم جميعا أيها المؤمنون، ففروا إلى الله، التجئوا إلى الله، أعطوا قلوبكم خالصة لله سبحانه وتعالى. لماذا نفر إلى الله؟ بسبب الغفلة الشديدة اللي أصابتنا عن الآخرة. الناس بعضها قاعد يعيش ما كأنه في يوم آخرة، ما يتذكر ولو للحظة أن في يوم آخرة، ما تذكر الغاية اللي من أجلها الله عز وجل خلقك، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. نسى أن الله عز وجل خلقنا لعبادة، فهذه الغفلة خلتنا لازم نفر إلى الله، فنطلع من الجو اللي احنا فيه، اللي انصبغنا فيه بالدنيا والغفلة والملذات، نطلع منه، نطلع إلى جو آخر، نفر إلى مكان آخر، نلتجئ إلى مكان آخر وهو الله عز وجل. ما هو حصن الله عز وجل؟ ما هو المقر؟ ما هو الملجأ؟ الطاعة، العبادة، قراءة القرآن، الذكر، الفضائل، مجموع الشمائل الخيرة الطيبة، هذا هو الملجأ والحصن الذي يجب أن يفر إليه الإنسان. لماذا نفر؟ لأن المنكرات والعياذ بالله كثرت، الفساد والعياذ بالله ظاهر، المجاهرة بالمعصية أمامنا نشوفها، ولذلك مع وجود مثل هذه المنكرات والتي لا يخلو منها عصر، نحن لا نبرع عصر دون عصر أو مكان دون مكان، الشر موجود في كل مكان والمعصية موجودة والعياذ بالله في كل مكان، ولكن وجود هذه المعصية يجب عليك أن تستغلها في الخير، تستغلها في الجانب الإيجابي، أن تعكس هذا الشر إلى خير، فتلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا نفر إلى الله؟ لأن الآن اللي ماسك على الدين قاعد يشعر بغربة، كأنه غريب الحالة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أن من الأزمان، من القرون، من يأتي القابض على دينه كالقابض على جمرة، الشخص اللي يشعر أنه هو مؤدي العبادات، مؤدي الصالحات، كأنه قاعد الحالة ما في أحد يساعده. لا، أنت التجئ إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعينك، هو الذي يسهل لك الطاعة، لا تشعر بالغربة،
إذا شعرت بالغربة فالتجئ إلى الله، ففر إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، من ماذا نفر؟ إذا خفت من رزق، قلة الرزق، وأردت النجاة، فر إلى الله. خفت على ضيق عيشك، فر إلى الله. إذا جاتك الأحزان، الهموم، تكالبت عليك الغموم، فر إلى الله، التجأ إلى الله. إذا ركبتك الديون وتبعك الناس، فر إلى الله سبحانه وتعالى. إذا جاءتك المصائب والابتلاءات، فر إلى الله سبحانه وتعالى. إذا جاءتك الأمراض والأسقام والأوجاع، فر إلى الله سبحانه وتعالى. ولنتذكر ذنون: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فر إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك ننجي المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الاستعانة به والالتجاء إليه حتى نحوز على النجاة يوم القيامة. إلى أن نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.